واحد يحاول في كل أسبوع مرة أن يذهب إلى المقام وحيداً، لأن حالة الوحدة في المقبرة لها إيحاء عجيب. المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه ذكره في أحوال السيدة نفيسة حفيدة الإمام المجتبى صلوات الله عليه، من أحفاده يعني، الآن مدفونة في مصر. يقول إنها حفرت بيديها قبرا في دارها، وكانت تذهب إلى ذلك القبر وتصلي فيه وتقرأ القرآن، وختمت القرآن في ذلك القبر 6000 مرة. هذا التذكر الآخر، يعني دائما الآخرة مد النظر ونصب العين. هذا اللي واحد يذهب إلى القبر ويصلي في ذلك القبر ويقرأ القرآن في ذلك القبر، يفكر في معصية الله سبحانه وتعالى. في شهر رمضان كانت في حالة الصيام، شعرت بدنو أجلها، حالة الاحتضار عرضت عليها، فقيل لها أفطري. قالت أنا من 30 عام أدعو الله سبحانه أن أموت صائما فلا أفطر، وأخذت تقرأ سورة الأنعام حتى وصلت إلى قوله تعالى لهم دار السلام عند ربه، وماتت بعد كلمة ربه، لهم دار السلام عند ربه، الدار اللي بعد أي آفة ماكو فيها، أي مشكلة ماكو فيها، أي منغصات ماكو فيها، مرض ماكو فيها، موت ماكو فيها. وهنالك قضية أخرى أيضا ننقلها ونختم، قضية عن الجد رحمة الله عليه، أحد الذين كانوا معه في مدينة سامراء. كان يقول كنا نتباحث معه بحوث علمية، يقول هو في كل يوم، لعله في كل يوم أو بين فترة وأخرى، كان يخرج من المدينة، وكنت أفكر إلى أين يذهب. يقول في يوم من الأيام تعقبته وذهبت خلفه، فرأيت أنه يحمل تحت عباءته شيئا ويخرج من المدينة. يقول ذهب إلى أن وصل إلى المقابر، ماكو واحد، ثم أخرج ذلك الشيء الذي أخفاه تحت عباءته وفتحه، وإذا به كفن، ارتدى ذلك الكفن ودخل في قبر مفتوح. يقول أنا اقتربت إلى ذلك القبر فرأيته يبكي في ذلك القبر ويقول، يخاطب نفسه، يا مهدي من الذي ينفعك في هذه الحفرة؟ هل هنالك أحد ينفعك إلا عملك الصالح؟
ثم بعد ذلك قرأ هذه الآية رب، كأنه متصور نفسه انتهى، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم خاطب نفسه يا مهدي قد أرجعناك فقم واستأنف العمل. هذا التوجه كان عند علمائنا الأقدم. في يوم من الأيام واحد ينتهي وينتهي كل شيء. الإمام قال في تلك الخطبة: فكأن الدنيا لم تكن، اللي ماتوا كأنه ما كان. واحد قبل أن ينتهي يجب عليه أن يتذكر تلك النهاية ويحاول أن يقدم لحياته الحقيقية. العم حفظه الله كان يقول: دعيت لصلاة ميت. في أثناء الطريق الذي أخذني إلى صلاة الميت قال لي بعنوان قصة، قال: هذا الميت قبل أيام الدولة عرضت عليه أن تشتري منه أرض يملكها ب25 مليون دينار، ولم يقم، لعله كان يتوقع ربح أكثر منه. قضية كان ينقل. العم يقول: أنا عندما ذهبت وأردت أن أمشي في هذه الخطوات إلى جنازة ذلك الميت، فجأة جاءني هذا الفكر أنه هذا الميت اللي أمامي قبل أيام كان يتمكن يوقع على 25 مليون دينار، ولكنه الآن لا يتمكن أن يوقع على 5 فلوس. إحنا أيضا كذا، الآن كل شيء نتمكن نعمل. واحد يريد يطلب العلم، يطلب العمل، يخدم، يقول، يتحدث، يكتب، الآن كل شيء واحد يتمكن يعمل. ولكن بعد أيام أو بعد فترة لا يتمكن أن يقول كلمة، ولا يتمكن أن يكتب حرفا، ولا يتمكن أن يخطو خطوة. هذا امتحان النهائي، يجب علينا أن نفكر في ذلك ونعد لذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك.